زعيم الأندية الجزائرية يعود من جديد إلى الساحة الإفريقية من بوابة كأس الكونفدرالية، العنوان الأنسب لمسار التشكيلة القبائلية الباحثة عن مجدها الضائع في أدغال إفريقيا. وبالرغم من معانقة ممثل الكرة الجزائرية المجد القاري ست مرات كاملة ترصيع قميص الفريق بنجمة جديدة، حلم اقترب تحقيقه من الأراضي الكاميرونية بتسجيل نتيجة إيجابية وضعت بها الشبيبة قدما في المباراة النهائية. On a mis tout, je dirais 90% de chance de notre côté de se qualifier, mais les 10% qui restent seront les plus durs à acquérir et donc il faut qu'on reste concentré et on est rentré sur le terrain en sachant que ça sera encore un dur combat et que rien n'est fini et qu'il va falloir batailler pour acquérir cette qualification. Mais là on travaille, on essaie de vous honorer, Inch'Allah déjà se qualifier et pourquoi pas la remporter. وضع شبيبة القبائل لقدم في الدور التالي وتسهيلها مأمورية الإياب بمباراة الذهب نقطة إيجابية بقدر ما تتيح للتشكيلة القبائلية فرصة لعب مباراة كوتون سبور بملعب 5 جويلية بأريحية بقدر ما تلزمها على دخول المباراة بدرجة تركيز عالية، خاصة وأن الضيف لن يدخل اللقاء في ثوب الضحية. كانال بلس لا بيان مونتري a refusé. Donc ça ne nous a pas découragé. Nous nous sommes préparés en conséquence pour répondre à cette équipe qui nous a énormément posé des problèmes, des difficultés lors des phases éliminatoires jusqu'ici quoi. مباراة نصف نهائي بطعم نهائي سابق لأوانه، حسمها واجتيازها بنجاح يحيي بالضرورة مقولة الشبيبة، فريق خلق ليلعب النهائيات ويحقق الإنجازات بمواهب شابة تخطت كل الصعوبات.